بكي لاش نعطيو لديتنا دروس في الاخلاق والدين. شوف الاسلام كاملين كنعرفوه، الصلوات كاملين كنعرفوه، الصيام كاملين كنعرفوه، ملي كنقول لك ان رمضان شحال هذيك كنا كنقولوا يا ريت يجي رمضان وما يخرجش، دابا رديناه بديك الخانه ديال الدخول المدرسي والصيف. ها هو رمضان جاي وكي غندير مع الوليدات وكندير على طبله الفطور خاصها تحطها الشريف، راه ما يمكنش يادل المغرب وربي صحته وكعجلوا بالفطور وطبله الفطور تحط ليا الكوثر، راه ما غتوكلوش الناس الكوثر، خصنا نفطروا. راه كنقول لك صلاه ماروكان في الريستو كنا كناكلوها ب 9 دراهم، دابا راه صلاه ماروكان في داركم وما ديرهاش ب 9 دراهم، راه جوج بسلاطه وطيشه وخياره وحده راه كارثه ديال 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 راه 11 درهم 14 درهم كتولي دابا، غير جوج بصلات وخياره ومطيشه ولا ثلاثه المطيشات وخياره. هادشي ما كنهضرش بكبينا على غير هضره، راه عارف شنو كاين، يعني ما كاينش نبقاو نقولوا لا رمضان ماشي ديال الشهوات. ماشي ديال الشهوات، ولكن واش ما نفطروش نصوموا 24 ل 24 ما نقدروش نتشهاو، حنا ما نتشهاوش ما ناكلوش، خصنا خضر في المتناول وخصنا السوق الداخليه تنتعش، نحبسوا شويه الصادرات في هذه الوقيته رمضان. هادشي اللي كنقول.